وللحديث عن تجدد تظاهرات ثورة تشرين في عدد من المحافظات العراقية، معنا عبر سكايب من بغداد عضوة اللجنة المنظمة للتظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف. مرحبا بك معنا دكتورة آلاء. مرحبا بحضرتك. يعني تجدد التظاهرات لابد أنه يحمل رسالة قوية للحكومة وللأحزاب والميليشيات الموجودة في العراق، ما رسالتكم من خلال تجدد هذه التظاهرات على الرغم من وجودنا في شهر رمضان المبارك ومن جائحة كورونا التي أيضا وصلت العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هي المظاهرات ما توقفت خلال الفترة الماضية، خلال فترة الحجر أو العزل الاجتماعي اللي صار، وإنما تحولنا من هيئة متظاهرين إلى هيئة معتصمين داخل الخيام لأجل الحفاظ قدر الإمكان على عدم انتشار الوباء، وهذا يعطي انطباع عن مدى الوعي للثوار في المحافظة على حياة الثوار وحياة المجتمع العراقي بشكل عام. بالنسبة لعودة زخم التظاهرات، فترة الحجر الاجتماعي حقيقة نحن ظلينا كلجنة منظمة لمظاهرات ثورة تشرين على تواصل مع جميع التنسيقيات ومع في جميع المحافظات لأجل الاجتماع على كلمة واحدة وإعادة زخم التظاهرات بمليونية حاشدة، يمكن ربما تكون أقوى بأضعاف المرات مما خرجت عليه خلال مطلع تشرين الماضي. بالنسبة لإعادة الزخم، هو رسالة واضحة إلى المنظومة السياسية الحاكمة في المنطقة الخضراء بأنهم مرفوضون جملة وتفصيلا. نحن الهدف من الثورة هو كان إسقاط العملية السياسية برمتها، لسنا ثوار ضد شخص معين أو ضد كائن حي، وإنما هي عملية سياسية مشبوهة جاءت بها المحتل بدستور مشوه بشخوص مشبوهين، تشبههم العمالة، تشبههم الخضوع لأجندات مختلفة. حكموا العراق لمدة 17 عاما، أطاحوا بمنظومة الدولة وبهيبة الدولة، خربوا ما كان معمورا فيه، حتى البنية البشرية والإنسان عملوا على تخريبه وقتل الطموح بداخله كإنسان محب للحياة. لأجل ذلك كله كانت هذه التظاهرات وهذه الثورة. أكيد. وكان في مقدمة هذه الثورة دكتورة آلاء الشباب والطلاب. برأيكم يعني كيف تنظرين أو تقيمين هذا الدور الطلابي والشبابي في الثورة؟ حقيقة الدور الطلابي هو دور متميز ورافد أساسي من روافد الثورة، وهم الشريحة الأكثر تضرراً بالمجتمع العراقي. الطالب العراقي منهك ما بين أقساط دراسية، ما بين انعدام مناهج دراسية حقيقية، ما بين ضياع للمستقبل في فرص العمل. يعني هو مجرد بيعد سنوات حتى يتخرج، حتى يعلق ورقة على الحائط، لكن هي شنو الهدف منها وشنو فائدتها؟ لا فائدة لها، لا عند منهج يوازي مناهج العالم والتطور اللي حاصل فيها، لا عند تدريب يكافئ ما يحصل عليه التلميذ بأقل اعتبارات بالدول المجاورة، لا جامعات قدرت خلال 17 عام أن تنهض بحالها وأن تدخل إلى منظومة التعليم العالمي. الشهادة العراقية أصبحت خارج التصنيفات العالمية لكونها تعتمد على سياقات قديمة جداً، ولهذا فنلاحظ أنه الطالب العراقي طالب مقتول الطموح بداخله. فكانت ثورة تشرين متنفس إلى للبحث عن ذاته، لتحقيق ذاته بالمستقبل، لأجل أن يخلق لنفسه مستقبل أوضح وأصح. دعينا دكتورة أيضا نوسع نطاق هذا السؤال، كيف تقيمين بعد كل هذه الشهور التي مرت على الثورة، تقيمين الدعم الشعبي والحاضنة الشعبية لهذه الثورة؟ هل تتلقون دعما من الأهالي والمواطنين بصفة عامة في العراق؟
طبعا كل الاهالي، بالعكس احنا نكون على تواصل مستمر مع الاهالي ومع الناس اللي يتوافدون بين فتره وفتره لاجل يعني مراعاه ما يحتاجوه الشباب المعتصمين داخل الساحات، وانهم على طول يسالون انه ايش وقت راح تخلص موضوع الحجر حتى نرجع للساحات. انه احنا لحد الان مثل ما تشوف حضرتك انه الاحزاب السياسيه مشغوله فيما بينها لتقسيم حصص ولتقسيم وزارات ولتقسيم المال العراقي بيناتهم والفوائد اللي يتفقون فيها من خلال الدوله العراقيه، ناسين ومهملين دور الشعب نهائيا، ولا كانه شعب طلع للساحات وخسر من خيره ابنائه 1000 شهيد وما يقارب 30,000 جريح غير المغيبين اللي ما نعرفهم لحد الآن وين وشنو مصيرهم. نعم. كل هذا بتناسيه إذا ويجون التكليف تلو الآخر التكليف تلو الآخر بنفس الآلية. اليوم نعم. تفاجأنا بالمنهاج الحكومي اللي قدمه إلى مجلس النواب. مجلس النواب ليصادق عليه، من هو مجلس النواب؟ مجلس النواب أليس فيه تمثيل الميليشيات اللي قتلت أبناء الشعب قاعدين بمجلس النواب وهم اللي يرفعون إيديهم ويوافقون أو ما يوافقون؟ أليس يروح يجتمع ببيت أحد الأحزاب لأجل التوافق بيناتهم على ما على حصص وزارية؟ طيب ويرجع يكتب بالمنهاج نعم. حصر السلاح بين قوسين بالمنظومة العسكرية والحكومية. إذا من هم المنظومة العسكرية نعم. والحكومية؟ حددها، أليس الحشد أدرج تحت المنظومة دكتورة العسكرية؟ نعم إذا ماذا عملنا وماذا فعلنا؟ دكتورة، كما يلاحظ المراقبون والمتخصصون في الشأن العراقي فإن هذا الزخم عاد بقوة ليؤكد رفضه لترشيح مصطفى الكاظمي ولتشكيل هذه الحكومة التي ستعتمد في الغالب على المحاصصة والطائفية كما جرى في المرات السابقة. ما أهمية نعم. ذلك؟ لا تختلف شيء عن سابقاتها، نفس المحاصصة ونفس اعتمدوا مبدأ سموه التوازن لكي يعني يغطوا على مبدأ المحاصصة المعتمد لسنوات، لكن هو في الحقيقة نفس المبدأ. نعم. أيضا حصتي وحصتك من الكعكة ومن البيضة الذهبية، ودائما نشوف الاختلاف والتراشق يصير على الوزارات اللي مواردها تجلب المكاسب أكثر لأجل تمويل ميليشياتهم ولأجل تمويل أجنداتهم، وبالآخر السلاح المنفلت والميليشيات موجودة بالشارع ومتهيئة أيضا لمزيد من القمع بالمرحلة القادمة. إحنا نعم. من خلال منبركم نقول لهم مهما كان القمع اللي راح تواجهونا به أطلقنا مليونية الخلاص، خلاص المليونية الخلاص نعم. آتية إليكم لا محال. شكرا جزيلا لك يا دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين.